طيب نروح لزميلنا كريم احمد من داخل النادي الاهلي، نعرف اخبار تمرين النهارده، اهم معالم الاستعدادات لماتش الجونه. زي ما طمنت حضراتكم الحمد لله طمنا على ايمن وحسين، هم ما شاركوش امبارح في التمرينات، اكتفوا بس ببعض التدريبات كده والتمرينات في الجيم، لكن الحمد لله داخلين في قائمه الفريق. ونطمن كمان على محمد شريف. كريم مساء الخير. مساء النور عليك زميلي العزيز احمد، كل التحيه ليك ولكل مشاهدي ومتابعي قناه الاهلي في كل مكان. اهلا بيك كريم، تطمنا على تمرينة النادي الاهلي النهارده وظروف المعسكر المغلق اللي هيدخل فيه طبعا عشان يستعد لماتش الجونه بكره ان شاء الله في الغردقه. بالنسبة طبعا للاستعدادات، استعدادات قوية كالعادة طبعا لفريق النادي الأهلي مع بيتسو موسيماني اللي بيحضر بشكل جيد جدا الحقيقة لمباراة الجونة. طبقا مباراة الجونة الحقيقة والنادي الأهلي مباراة صعبة جدا، بعيدا طبعا عن الظروف والترتيب وكل الأمور طبعا الخاصة بهذا الموسم الشاق والاستثنائي بالنسبة لفريق النادي الأهلي. فتبقى هذه المباراة تحتاج تحضير كبير جدا للجهاز الفني، تحضير للاعبي النادي الأهلي، والحقيقة يمكن الضغط كبير والتلاحم كبير، لكن ده قدر النادي الأهلي الحقيقة. زي ما أكدت وقلت زميلي أحمد، بترجع من السويس، بتطلع على الإسكندرية، بترجع من الإسكندرية، بتطلع على الجونة، ضغط كبير جدا الحقيقه. لكن النهارده نقدر نقول تدريب فريق النادي الاهلي كان تدريب قوي جدا، وكان واضح الحماس والتركيز، ويمكن بيتسو موسيماني الحقيقه في اكثر من كره اشاد بيها اللاعبين على تركيزهم الكبير. النقاط المهمه جدا النهارده في التدريب هي المسلسل طبعا اهدار الفرص خلال الايام الماضيه. النهارده يمكن كل فرصه كانت بتلعب فيها التدريب بالنسبه للتقسيمه كانت بتكون هدف، ويمكن دي الحقيقه الشيء اللي كان اسعد بيتسو موسيماني بشكل كبير جدا والجهاز الفني. واضح اللعيبه بتصحح الاخطاء، الوقت قليل جدا، لكن المرحله اللي جايه محتاجه تصحيح اخطاء بشكل كبير جدا، ومحتاجه ايضا كمان راحه لعدد كبير جدا من اللاعبين اللي استهلكوا الحقيقه خلال الفتره اللي فاتت من ضغط مباريات بطوله افريقيه، كاس مصر، يمكن كاس عالم انديه، عدد من البطولات كبير جدا. النهارده عايز اطمنك كالعاده طبعا على ايمن اشرف وحسين الشحات، زي ما انت ذكرت زميلي احمد حالتهم الحمد لله طيبه جدا. هو الضغط والتلاحم الكبير هو اللي مأثر شويه على لاعبي النادي الاهلي، لكن يمكن عدم تدريبهم الامس، لكن النهارده تدربوا بشكل كبير جدا، وجرعه تدريبيه كانت قويه النهارده لكل اللاعبين. بيعلن جاهزيته النهارده ايمن اشرف اللي متواجد في القائمه، حسين الشحات ايضا كمان بيعلن جاهزيته، بجانب محمد شريف اللي اطمنا عليه من الجهاز الطبي وطمنا عليه ايضا كمان داخل ارضيه الملعب. الحقيقه بيأدي تدريبات مميزه جدا محمد شريف، يمكن فقدناه المباريات الماضيه، لكن بنعمل الحقيقه محمد شريف مباراه الغد يحرز هدف واثنين وثلاثه بقى ويضرب ارقام قياسيه عديده جدا، بعيدا طبعا عن اي حسابات اخرى. واحد من العناصر المهمه جدا لفريق النادي الاهلي. يستمر غياب حمدي فتحي اللي بنامل ان شاء الله يعود سريعا لفريق النادي الاهلي، والتلاحم الكبير والضغط الكبير اثر على حمدي فتحي الحقيقه في الفتره الماضيه، فيمكن ان شاء الله يكون مع فريق النادي الاهلي في المباريات القادمه باذن الله. ويمكن بنضم له كمان الغياب جونيور اجاي اللي لسه يمكن لم يكتمل شفائه بشكل كامل، لكن خد جرعه تدريبيه بسيطه طيب. النهارده كريم في تدريبات الكره، بجانب طبعا غياب محمود متولي وناصر ماهر. اتفضل كريم. خليني اسالك على بدر بنون وعلى طاهر محمد طاهر. هو حمدي طبعا حمدي فتحي كان اشتكى الماتش الاخراني من التمرين الاخراني من حاله اجهاد في العضله الخلفيه، فمفهوم يمكن يكون الجهاز الفني عايز يطمن عليه او بيريحه، لكن بدر بنون كنا عارفين ان هو جاهز، طاهر محمد طاهر كنا برضو يعني شفناه وتابعناه، فيعني خليني أفهم عدم وجودهم على الأسماء في القائمة. ناصر بعيد بقاله فترة، ووليد برضو يعني بسبب الإصابة يمكن يكون مش جاهز بالشكل الكامل، لكن بدر بنون وطاهر محمد طاهر نطمن طاهر ثلاث إنذارات. تمام، يعني طاهر محمد طاهر حصل. تمام بالظبط، حصول على ثلاثة انذارات. يمكن طبعا اكيد النهارده هيكون غايب عن القائمه. بدر بنون الحقيقه يمكن عنده حاله اعياء شويه، بدر بنون يمكن حاسس باجهاد شويه، ويمكن ده اللي اشتكى طبعا مع طبيب النادي الاهلي احمد ابو عبله. فانت عارف طبعا اي حد بيشعر باجهاد او بيكون في اي حاجه زميلي احمد الجهاز الطبي بيجنبه تماما، لكن الحقيقه كان متواجد في التدريبات، ويمكن تدريب الامس كمان متواجد في المباراه الاخيره، لكن انت عارف المرحله كبيره جدا والضغط كبير جدا، لكن ما بيشعرش باي حاجه عضليه، يعني ما نقدرش نقول في اي اصابه عضليه لبدر بنون بالنسبه لغيابه عن هذه المباراه، لكن الكل جاهز بالنسبه طبعا لكل اللاعبين. لكن هو بدر بنون اللي شعر النهارده باجهاد بسيط جدا، واخطر طبيب النادي الاهلي ما شاركش في التدريب تماما. وطاهر محمد طاهر زي ما ذكرت لك هو ثلاث انذارات. العدد يمكن بيبقى عندنا غيابات عديده، لكن يبقى الامل موجود وتبقى لعيبه النادي الاهلي المتواجده في قائمه المباراه اللي هتكون مباراه الغد ان شاء الله باذن الله. الكل يكون متواجد، اي 11 لاعب كعاده فريق النادي الاهلي يكونوا متواجدين في المباراه. تركيز كبير، شخصيه، روح، كبرياء للنادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله ثلاث نقاط يكونوا معانا والاداء يتطور بشكل كبير جدا، وده اللي منتظرينه من فريق النادي الاهلي. بشكرك شكرا جزيلا زميلي العزيز كريم احمد.